السلام عليكم. العاد صوت خالق خليك يدير الصوت. السلام عليكم على الجميع. السلام عليكم. ياك خالق الصوت يا الاخوان. صوت ياك خالق. ابراهيم دادي مرحبا وسهلا. مونة ياك خالق الصوت. مرحبا وسهلا. الليلة اللي نتكلموا عن موضوع مهم وحسب اللي نلاحظ في التواصل الاجتماعي عن ياسر المرجلي ما هو فاهم أهمية معركة الثروات الطبيعية وعنه سلاح يعني غير تقليدي عاد عندي الصحراويين وليه نوضحه يعني بالتفصيل والله بشكل مبسط يعني تأثيره على العدو وعلى اقتصاد العدو حسب ذي اللي فات خلق. شكرا والله مونة. لا ما حد رجلي يتلاحق شوي. قلت مهم هذا اللايف مهم عنا ليه نوضحه أهمية معركة الثروات الطبيعية لياسر من رجلي ما هو فاهم أهميتها حسب التواصل الاجتماعي وشاك عنها لاكي في مظاهرات والله شيء نشاط دبلوماسي عادي بينما هي سلاح يعني عاد عند يد الصحراويين وسلاح غير تقليدي لا يقل أهمية عن المعارك اللي يعني يخوضها جيش التحرير كل نهار وليه نوضحوا الفرق بين الأهداف الهدف المهم والهدف اللي أقل أهمية ياك تعود مولي الرؤية واضحة. مرحبا وسهلا بالجميع. ترحموا لجميع شهداء أهل الصحراء. ترحموا لسالم الله يرحمه جميع الشهداء منا ولهم الرحمة غفران هم قاع مرحومين. سلام من رحمة الله إلا مرحبا برجلي كامل. قلت لي نتكلموا عن الليلة عندنا نطول شوي بين اللي نتكلموا عن أهمية الثروات معركة الثروات الطبيعية اللي هي معركة يعني كبدت اقتصاد العدو ياسر من الأموال واللي هذه المعركة أم اللي معركة يعني بأساليب ناعمة ما تعطي فيها الرجالة ولا تعطي فيها الذخيرة وهي كبدت العدو خسائر فادحة اللي نحاولوا عنا نختصروا هاي الخسائر ياك رجلي يفهمها ويعرف عنها عن الصحراويين عاد عندهم سلاح جديد وعن وغير تقليدي غير تقليدي معناها عنه شنو عنه يكبد العدو اللي نعطي حسب الإحصائيات اللي نعطي مختصر عن شو كبد العدو خلال معركة الثروات الطبيعية اللي هي الناس تختصرها في حكم المحكمة التالي وهي هي هي معركة عادلها ياسر من الساعة وعدلت الصحراء يعني الهيئة لمراقبة الثروات الطبيعية والله مراقبة الثروات الطبيعية من الساعة وعدلت وهي هاي المعركة خالقة والخسائر اللي عدوا كل نهار في هاي المعركة تزيد غير ياسر الرجلي ما هو ما وهي لا تقل أهمية على العمليات الحربية لأنها تكبد العدو
خسائر فادحه في الاقتصاد. ولهنا نعطي اختصارا، لا اختصار، لا اختصار في هذه الخسائر وتقديرها. اللي نقولوا عن اهداف النظام المغربي منذ 13 نوفمبر، كان هدفه أن يفرض أمر الواقع على الصحراويين وتراجع هذا الهدف. ضريكتي عاد هدف النظام المغربي شنهو من خلال التعاون في المستقبل مع حلفائه في المجتمع الدولي وفي حلفائه في الحلف يعني في مجلس الأمن، أنه يرجع بالصحراويين لوقف إطلاق النار. هذا هو الهدف الرئيسي. ماكلة عنده هدف فرض أمر الواقع، هذا هدفه هو أن يرد الصحراويين للمربع وقف إطلاق النار. وهذا أنتم تعرفوا كاملين وسمعتوا كلام الرئيس عنه، الصحراويين ماكلة وطارحين أسلحتهم، ما هم لين يمرق استلال يعني يمرق الاحتلال. اللي يتكلموا عن معركة الثروات الطبيعية هذه، علاش خلقت معركة الثروات الطبيعية في ظل الجمود اللي كان مخطط السلام وظل التماطل الصحراويين؟ والله الدولة الصحراوية عاد تبدأ في أساليب الكفاح المسلح وبطريقة عنها زاد تكبد العدو خسائر بدون عنها ترجع الحرب. وذاك هو علاش عدلت يعني منظمة مراقبة الثروات الطبيعية اللي هي وسترن صحارى ريسورسز ووتش اللي هي WSRW، وهي هذه المنظمة تشتغل الليل والنهار ويعني شغلتها يعني أعطت نتائج اللي نضطر قولها لاحقا. والمعركة القانونية لا جزء من هذه المعركة، معركة هذه ذلك الحكم اللي أعطت المحكمة العدل الأوروبية لا جزء من هذه المعركة، لا جزء منها، ما هي المعركة كاملة. لهنجو عن بالنسبة لمعركة الثروات الطبيعية عن النظام المغربي اللي حاول عنه يقول للصحراويين ويقول للمنتخبين خالقة 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 يعني تنمية مستدامة ويبني نافورة شوي، غير شاك عن الصحراويين أغبياء ما يعرفوا يحسبوا ولا يعرفوا مداخيل من ثروات طبيعية لترابهم اللي لا من خلال رخص الصيد يعني تلحق 360 مليون دولار لا الرخص. الفوسفات حسب منظمة الثروات الطبيعية الفوسفات دخلوا منه كانوا يدخلوا منه 163 مليون دولار، الآن متراجع إلى 90 مليون دولار بفضل يعني معركة الثروات الطبيعية هذا. مع أن هناك جريدة مختصة أمريكية في المعادن وهي اللي تقول أن من الفوسفات من الصحراء يعني يلحق إلى مليار دولار العام، يعدل لك هو نافورة ويقول لك هناك تنمية مستدامة في الصحراء، والمنتخبين يقول لك عن هناك تنمية مستدامة. تنمية مستدامة منين؟ هذه المداخيل، كان هناك مستشفى يقدر يعالج فيه صحراء، كان خالق صحراوي يعني عنده منحة في الخارج وخلص المغرب. ذا نوع من التضليل وذا نوع من مسرحيات صحراويين مات لي يقبض فيهم، نوع من الكذيب والبهتان اللي الصحراويين مات لي يعني مستواهم عاد فوق ذاك. لينجو عن أهم نقول للصحراويين عن أهم الأشياء اللي إن شاء الله سوف تساعد على يعني عن الصحراويين ينالوا استقلالهم بسرعة. وما كان الصحراويين هذه الروايات ما كانت عندهم، هي التجربة اللي تراكمت من خلال التعامل مع النظام المغربي ومن خلال مملي التعامل مع الأمم المتحدة، وهذه التجربة سوف تؤجل إن شاء الله بالانتصار. المسألة الثانية عن التغير الجذري اللي خلق في الجزائر، التغير الإيجابي في عقلية الجزائر في يعني في النمو في عقلية الجزائر كنظام. الجزائر دولة ماشية تتطور وماشية تقوى، وبعد لا سلاح لا كبر ترابها واحد والسلاح وغدا ولا النهار الثاني ليتقبض وحشيشته ربما من خلال البوب الخاص. الدور الجزائر
ثانيا مشاركة الجزائر في الصراع تطور. الجزائر راهي عاد جزء دخلت المعركة من خلال أنها شاركت في الحرب الاستنزاف والله الحرب الاقتصادية ضد النظام المغربي من خلال تعرفوا أخبار بوب القاز. يعني الجزائر عاد دخلت الحرب دخلت النزاع بشكل إيجابي عاد جزء من المعركة ولكن بأسلوب ثاني بأساليب اقتصادية عنها منعت يعني الخطوط الجوية المغربية عنها تأخذ فوق الجزائر. هذا لا نوع من الحرب حرب الاستنزاف اللي يقوم بها المقاتل الصحراوي الليل والنهار. هذا جزء تقوم به الجزائر دور ثاني تقوم بأنها عن يعني دور الجزائر في النزاع اتطور يعني عاد جزء من المعركة. وهذا إن شاء الله سوف يؤجل بانتصارها للصحراء. عقلية النظام الجزائري الجزائر ضركتها عاد تماشي على طريق منهج في تركيا معناها أنها عاد يعني تعدل اختلاف مواردها الطبيعية لتعد تفتح للسياحة لتفتح الاستثمارات لتفتح العقلية العقلية ضريكتية اللي طرات عقب الحراك ويعني التغير الجذري في الجزائر سوف يجعل من الجزائر قوة يعني إقليمية واقتصادية يعني نحسب لها ألف حساب. وهذا اللي ينعكس بالإيجاب على النزاع في الصحراء الغربية إن شاء الله وليسرع بهزيمة النظام المغربي. خارج ياسر من التطبيع مع إسرائيل لعدلوا النظام المغربي ما يعكس ما هو إفلاس هذا النظام. هذا النظام التطبيع مع إسرائيل لا يعكس إلا إفلاسه أنه مات لا عنده مخرج ما هو يرجع. وياسر من القباء ومن التأويل شاكين عن إسرائيل اللي يتطورهم والله اللي تعطيهم تكنولوجيا. هذا راهو التأويل والقباء. إسرائيل الشراكة الإسرائيلية بالعكس سوف تساهم في استنزاف اقتصاد المغرب. وشتو شتو شتو بيغاسو هذه وهذه الشرائك اللي تقول لك عنها اللي تعدل درون اللي تعدل لا شرائك اللي هي يعني تستثمر واللي هي تقبض من الاقتصاد المغربي. ما هي اللي تعطيهم تكنولوجيا ولا هي اللي تعطيهم اي شيء يفيدهم. والايام بيننا لا نوع من التأويل ونوع من الافلاس. نيجو للموضوع الحلقة هي لماذا معركة الثروات الطبيعية. قلنا عن معركة الثروات الطبيعية الصحراويين أدلوها فوضع الجمود وهو سلاح غير تقليدي ياك نوضحوا الأمور الأهداف ضريك أهداف العدو ياك نوضحوها نبسطوها خالق هدف كيف البيضة اللي هي كيف آلية في الربط والله سلاح في الربط وخالق الدجاجة اللي هي مشروع استثماري. هذا المشروع الاستثماري ما هو كيف الهدف العادي. مثلا انت الى اخبط ميناء يضر بشكل دائم النظام المغربي مداخيل اقتصادية ما هو كيف اخبط صونت ولا قاعدة وصونت في الربط معناها عنها لا بيضة لتنكسر. غير منين تخبط ميناء والله تخبط ميناء والله تخبط مطار هذه دجاجة تبيض بيضا يعني الاقتصاد المغربي بشكل يعني بشكل دائم. ياكن هذا شنو هو معناه اني انا اللي نوضح لكم يعني كيفاش الصحراويين من خلال هذه معركة الثروات الطبيعية كتلوا الدجاجة التي تبيض الذهب للنظام المغربي يعني بشكل دائم. الثروات الطبيعية حسب إحصاء منظمة الصحراء المراقبة الثروات الطبيعية من بين 2019 و21 يعني 2019 و20 تقاس مداخيل من الثروات الطبيعية وخاصة الفوسفات تقاس ب 90 مليون دولار. $90 مليون
بالنسبه منين حكم المحكمه، حكم المحكمه يصدر واللي هي يخسروا التراخيص اللي كانوا يعني المبلغ المالي اللي كان الاتحاد الاوروبي يعطيهم واللي يغادر راني يعني ماني ما دخلتها يعني الزراعه لا الصيد البحري. 60 مليون دولار، 60 مليون دولار، 60 مليون دولار زائد 90 مليون دولار اللي هي 150 مليون دولار في معركة الثروات الطبيعية اخسر النظام المغربي. وهذا كي قلنا عنها عنه دجاجة، مشروع يعني يضر أموال بشكل دوري على النظام المغربي. ما هو كيف انت خبطت قاعدة والله صونت والله خبطت، ما هي مشروع، هاي بيضة اللي تدقدق. غير انت باش توقف مشروع استثماري يضر على النظام المغربي بشكل دائم، بشكل دائم أموال تساعدوا هذه الأموال في الحرب، وتساعدوا في سلاح الأسلحة والذخيرة، وتساعدوا في تمويل الحرب. هذه المشروع من يتوقف، ما هي كيف أنك خبطت قيمة هذا المشروع مثلا 60 مليون دولار إلى عدلت عملية وزقلت له 150 مليون دولار في عملية اللي ما هي خالقة عملية تزقل تقدر تزقل انت بها العدو 150 دولار. أقل منين توقف مشروع كان يضر على النظام المغربي بشكل دوري هذه الأموال، معناها أنك ترى أنك ضربت الدجاجة التي تبيض على النظام المغربي ذهب، واللي تمول الاحتلال، واللي تمول تمول الاحتلال، وتمول يعني الحرب، وتمول الأمور كاملة. يعني خاصنا نعرف عن هذه الخسائر اللي تكبد النظام المغربي في معركة الثروات الطبيعية، أراها خسائر مكلفة ونحن ما أعطيناها قيمة إلى الأسف، وإعلامنا اللي ما استثمر ولا نعت للرأي العام مدى يعني أمخ هذه الضربة في الاقتصاد اللي هو أساس شيء في الحرب وأساس شيء في الأمور كاملة. قلنا عن اللي نعطوا اللا قيمة اللي توقف من الثروات الطبيعية، معركة الثروات الطبيعية تقريبا أثلت الطائرات للعام تم يعني زقها النظام المغربي، وتقريبا 100,000 قيمة 1330 آلية العام كان النظام المغربي إلى عاد شراء هامر قيمته 65 مليون دولار. ومنين تعود هامر يعني ما هي مدرعة، نحن درنا عن لا قيمة الآلية قاع لا 100 مليون دولار بها، منين تعود مدرعة اللي تعود قيمتها 140 ألف دولار وما هي مدرعة 65 ألف دولار. معناها أن هذا اللي صوروا عمق هذه الضربة، هذا اللي لزق للنظام المغربي 1330 آلية كان يقدر يشريها كل عام، خسرها في معركة الثروات الطبيعية. ورانا قدرنا قيمة الآلية ب 100,000 دولار، قلنا عن سعر هامر ما هي مدرعة 65,000 دولار، ومنين تعود مدرعة 140,000 دولار. نحن درنا معدل متوسط قيمة الآلية عنها 100,000 دولار، معناها عن 1300 آلية زقلها انت العدو وانت ما خبطت عمارة ولا اشتشهد لك حد ولا اعطيت اي شيء. هذا راهو لك ما هو بالامر الهين، ويقد نقولوا عنه سلاح عاد عنده الصحراويين، وسلاح ما هو تقليدي، ما عنده مضادات وله يساهم في افلاس النظام المغربي في المستقبل. معناها عن معركة الثروات الطبيعية يعني أعطت أكلها، وكل الأعمال الدبلوماسية والله ما هي دبلوماسية، تعتبر توابل من أدخال حرب التحرير. كونوا إلى عاد هذا العمل يمس من اقتصاد العدو، هون عاد لا يقل أهمية عن
خبيط المغاربة الليل والنهار وعن الحرب الاستنزاف، لأنه يمس الاقتصاد. وانتم تعرفوا دور الاقتصاد في الحروب، دور الحرب يمولها لا المال، منين أد هناك إفلاس. وحرب الاستنزاف معناها أنك تستنزف اقتصاد العدو. حرب الاستنزاف هذا معناها أنك تستنزف اقتصاد العدو حتى لين يلحق مرحلة أنه ما تلقى دمو الحرب. يعني نحن إعلامنا ما يعني ما وضح ولا استثمر في هذه انتصار المزلزل اللي يمس عصب اقتصاد النظام المغربي ويمس مشاريعه، ما يمس يعني قاعدة والله صونة التلي تخبطها. هذا مشروع يدر عليه بشكل دائم، بشكل كل سنة يقبض هو ذيك الأموال. يعني وقف هذا المصدر، وقف. ترى أنك إذا عدت عملية مثلا عملية القلت وخبطت 10-5-4 طاير وقبضت مثالية، قال لي تقبضها لا مرة واحدة، غير منين توقف مصدر كان يقد هذه الآليات يتم كل سنة يمولهم. أراه ليس يعني تأثيره على الاقتصاد المغربي ما هو بالأمر البسيط. ينجو عن معركة الثروات الطبيعية، مال شكون يدير هذه المعركة؟ من هي النخب اللي يديروها صحراويين؟ ومن صنع هذه النخب؟ النخب صنعتها الدولة الصحراوية. لينجو ما هي النخب اللي عدل النظام المغربي للصحراويين؟ شن هي النخب اللي عدل النظام المغربي في المناطق المحتلة؟ النظام المغربي ما استثمر ما هو في 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 يعني في الفسد، وحتى صحراويين من أجل تشريع الاحتلال هم السلام بهم الإفلاس، جابوا لها واحد كان أصلا في الجبهة باش تعرف عنهم مفلسين، ما عندهم نخب يقدوا يقدموها، والله يقد تقدر شي نوع من الإفلاس. النظام المغربي اللي ادعايته وكذيبه، ونحن عندنا درون ونحن له عدل درون، أصلا في الحرب الأولى ما مولها، ما هو بالتسول. الحرب التحرير الأولى عارفين عنه الربط ابناها لا بالأموال السعودية، وشنا أمالي سفير الإيراني إيش قال المدة الأخيرة تصريح، وقال عن محمد السادس عنه أطلب أمالي السعودية تعطي 600 مليون دولار. معناه عن أصلا النظام المغربي حرب الأولى ما كان يمولها بإنتاج والله قوة اقتصادية، الدولة المغربية كان يمولها بالتسول بالطلبة. ما الاقتصاد النظام المغربي ما عنده شيء. إذا كيف أنت له تم تقاوم حرب عاد خالق أسلحة طارية وخلق تغيير في الحليف، تغيير إيجابي، كيف أنت له تستمر في هذه الحرب على مدة طويلة وأنت مفلس؟ سابق الحرب قاع هذا هو أنت تطلب السعودية 600 مليون دولار، ما فات قاع الحرب خلقت. يعني النظام المغربي أصلا مول الحرب الأولى لا بالتسول، ما عنده باش مول الحرب، ما عنده مول الكذب بالصفيط في وسائل التواصل الاجتماعي وفي إعلامه. خسائره يا أخوتي، هذا راهو ما قطشت في العصر الحديث. خرصوا انتوما في العصر الحديث، افشل جيش هو الجيش المغربي هذا. غير للاسف عن هذا النظام المغربي ما يعطي قيمه للانسان. اكثر جيش يجبر الهزائم في هذا العصر الحديث هو جيش النظام المغربي. الصحراويين اللي هنا نعطوا اختصارا لا طرالو، نقولوا للمغاربه اللي يكذبوا عليهم في الحرب الاولى 40,000 قتيل، تقريبا معدل 200 أسير شهريا تموت تقلع، 200 جيفك شهريا كانت تقلع منهم في تراب الصحراء. وهذا ما أعطيتي أنا، أعطيت الوثائق اللي رفضت عنها المخابرات الأمريكية السرية، قالوا عن قتلة في حرب الصحراء أكثر من 30,000، الصحراويين يقدروهم أكثر ب 40,000.
الأسرة 250 كانت تنقبض كل سنة خلال 16 سنة. الطائرات معدل في خلال 16 سنة سقطت كل عام كانت معدل 81 طائرة خلال هاي المدة كانت تسقط 5 طائرات. الفرق بين الجيش الصحراوي والجيش المغربي الشيعي، الجيش الصحراوي من بدايته بتنا على أساس قناعات، ما بتنا على أساس ميزانيات، ولا يقد يهزمو. الجيش من يعود مبني على أساس قناعات ما تقد تهزمو، لكن انت لعت معدل الجيش على أساس ميزانيات ورواتب تقد تفلس، ما عندك باش تخلص الرواتب. غير من يعود الجيش اللي هو جيش الصحراء اللي من بداية الدولة الصحراوية كاملة كاع ما هو إلا الجيش، سياري تعليم وصحة بتنات على أساس قناعات ما هي على أساس ميزانيات. وهذا هو اللي ياسر من الخلق ينقد ياسر من الأمور، لأنه لا يفهم الأمور بشكل عميق. لأن حتى ضريك الآن جيش الصحراء والدولة الصحراوية ما هي مبنية على أساس ميزانيات، لأن احنا عندنا من شي داير المغرب حزام من دونه مبني على أساس قناعات، والانتماء جيش التحرير مبني على أساس قناعات، ما هم مبني على أساس ميزانيات. لينجو السؤال المطروح، شنو هو الطريقة اللي نقدو نحن نعجلو بها الانتصار؟ أهم طريقة نقدو نعجلو بها الانتصار هو أن نطور الأدوات. طوروا الأدوات، الأدوات كي قلت عن حزام الذل والعار كامل عبارة عن بيض فيه دجاجة واحدة اللي هو معبر القرقلات، والله تجارة الحشيش مخدرات، هذه هي مشاريع اللي تضر على النظام المغربي. أموال معبر القرقلات، والله تجارة الحشيش. بالنسبة للمشاريع اللي داير هو دونها الربط كي المواني والمطارات، وهذه مشاريع هي الدجاجة التي تبيض بيض، هي تمول الحرب. هذه هي الخاص نحن نطور الأدوات نين تلحق الدجاجة، ما تلحق إلا البيض في حزام الذل والعار. وهذا نقوله للصحراويين، يا الصحراويين أراه حد يشتغل في الحشيش أراه عدو، أراه حد يشتغل في المخدرات أراه عدو، ما هو اللي يتعاون لعدو، ما هو عدو 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 في الصحراويين، لأنك أنت أرانك تعاون لعدو من ناحية اقتصادية، تعاونوا وتجيب هافة لمجتمعك والله تصدرها المجتمع الثاني، وراهي ظاهرة هي سبب ياسر المشاكل اللي الصحراء ما يعرفوها ولا كانت فيهم معناها عن الأمور خاصة تعود حازمة يا الصحراويين، ودور مجتمع دور العائلة ودور الأم ودور الأخ ودور الصاحب بعد من هذه الآفة. وحد يشتغل فيها راه عدو ويشتغل مع العدو، معناها أن أهم نقاط أهم شيء في حزام الظل والعار، حزام الظل والعار قلنا عنه ما فيه مشاريع تضر على النظام المغربي، فيها لا البيض ما فيه الدجاجات، هو معبر القرقلات والله تجارة الحشيش. معناها أنك أنت انت رانك الى خبط معبر القرقلات ووقفت الحشيش رانك وقفت مصادر من مصادر التمويل النظام المغربي، غير الى خبط قاعده والله صنت معناه انك تقبض لا تخبط بيضه وتوه اللي توفى قد عوضوهم، غير المصادر هي الحشيش والله معبر القرقلات والمعبر القرقلات. وكانت ما هي اهميته الاقتصاديه؟ ما ينتحر النظام المغربي وينتحر يخسر مخطط السلام اللي كان دفع عليه من اجل عنه يفتح ذا المعبر. لاحظ اهميته الاقتصاديه، اهميه هذا المعبر انعكست من هذا، معناها انا راهو دجاجه تبيض للنظام المغربي بيض، يعني اذهب باش يمول الحرب ضد الصحراويين ويمول الاحتلال، يعني مكتنا وتادوا بهذا. والله تجارة الحشيش هذه هي المشاريع الاثنين اللي متوالية المغاتل الصحراوي.
المتحدة اللي شاك الناس بزالت عنها اللي تحل المشكل. الأمم المتحدة أراهي ما هي حل مشكل وراهي ضريكة ياهي ليه يحاولوا تعرف شن ليه يحاولوا ولا عنهم يفضل للصحراويين وإطلاق النار. أراهم ما هم اللي يقولوا عن اللي عدلوا استفتاء من ذا الحل هاي المشكل اللي يقولوا العنف يوقف وقف إطلاق النار. هذا هو اللي وراه الأمم المتحدة اللي يخليها النظام المغربي لا طوق نجاة. منين يقرق يعني يوحل يفلس النظام المغربي له يطير صور المتحدة ويقول لهم حلوا المشكلة رعاه كيف اللي طرالوا في الثمانينات منين دمروا الصحراويين ودمروا اقتصاده ودمروا قواته قلب الفيستا وقال يا الأمم المتحدة تعالوا. نفس الطريقة اللي عدى الأمم المتحدة ما قانونها عور يعني اللي انتهى للمنازعات وغاضي هذه الناس بالشارع وعندها لا فرنسا في مجلس الأمن وعندها الفيتو معناها ما حل مشكل لا طوق نجاة. والكيفنا يقول لهم طيروا عنا مرقوا عنا يقصر عماركم مساعشنا هذه الأمم المتحدة ما قط صحراويين تقدموا خطوة واحدة إلى الأمام. والكيف ما لا يقولوا يلا رفضوا منطقكم وتم طارين عنه مساء وجه نحس على الصحراء مساء شافوه وما قطوا تقدموا خطوة إلى الأمام. أما السابق نشوفوهم كانت الانتصارات الليل والنهار في جميع المجالات. يعني لا يشك حد عن الأمم المتحدة أنا اللي تحل مشكلة الصحراء الغربية. وتحياتي وشكرا لكم على الوقت ومرحبتي بكم وسهلا.